أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين
والشاكرين والحمد لله رب العالمين.